هنبدأ بقى تشرحي لي زي ما قلت لكم عشان ما تعقدش. ايه كل الحاجات اللي قدامي دي؟ بص بقى، انا تكستايل ديزاينر زي ما قلت لك، مصممه منسوجات. منسوجات بالظبط. الفكره انه انا ببيع افكار. يعني ايه؟ يعني في الافكار اللي حوالينا، انا اصلا فلاحه ماشي من كفر شكر. كويس خالص. بالظبط. خالص طبعا. ايوه طبعا. الفكره انه كل الفيجنز اللي انت بتشوفها، الرؤيات اللي انت بتشوفها وانت صغير، وكبرت اتجوزت اسكندراني ايطالي. كويس خالص. فانا طريقتي خالص، انا بالنسبه لي التراث المصري ده مش الحته المصري القديم ولا القبطي ولا الاسلامي، بس احنا مزيج، احنا مزيج، احنا الفيوجن ده كل ده. فهي ثقافتي الكوزموبوليتن. حلو. وهو ده الترند اللي احنا ماشيين عليه في البراند بتاعنا. اوكي. ليه؟ لانه انا عيني مش بس على الزبون في مصر، الحمد لله الزبون في مصر ما شاء الله، انا عيني على الزبون بره. الزبون بره هياخد مني الحته الاسلامي مره والتاني، وبعد كده خلاص زهق. نفس الحكايه في المصري القديم، غير لو انا ببيع لمتحف. بس الفكره انه اباله فكره مش موجوده عنده. فده اللي عملناه، ان احنا نحط تكنيكات، بستخدم طريقتي في اني درسة للتصميم، في اني استخدم التكنيكات بتاعه الصناعه، وفي نفس الوقت اقدر اشغل فيه اكبر عدد ممكن من الستات والشباب، بحيث انه عارف في حته كده، انا ما بحبش الناس تهاجر. ماشي. كلنا انا عايزاهم يقعدوا. ليه بقى عايزاهم يقعدوا؟ لانه البلد دي تستاهل، تستاهل كتير قوي، وفيها خلاف. ايدين تتلف في حرير. الحاجات دي يحرم. احنا بنصدرها بقى؟ الحمد لله. بقى لنا قد ايه بنصدر؟ لا بص، تصديرات كبيره لا، مش بقى لنا كتير، لكن بس صغيرين بقى لنا شويه. الحمد لله. طب ايه ده؟ بقى انا شفت هنا وما شفتش هنا.